السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الزوار ومتتبعي قناة شروحات للمعلوميات في هذا الدرس الجديد الذي سنتطرق إن شاء الله من خلاله إلى طريقة استعادة الرسائل المحذوفة من حسابك على من إيميل الخاص بك على الهوت ميل أو أوتلوك بطريقة سهلة جدا. كما تلاحظون الآن فعلبة الرسائل الخاصة بي فهي فارغة، قد تم حذف جميع الرسائل بدون استثناء كما تلاحظون الآن. هذه هي بواط، كما تلاحظون لا توجد أي رسائل أو شيء من هذا القبيل، حتى إذا ذهبت إلى أنيماسيون سيبريمي كما تلاحظ لا توجد شيء. طريقة استعادة هذه الرسائل المحذوفة فهي بسيطة للغاية. كل ما عليك فعل الدخول إلى حسابك على الهوت ميل أو أوتلوك الإيميل الخاص بك، وبعد ذلك تأتي إلى هذا الخيار أنيماسيون سيبريمي، تقوم بالنقر عليها على هذا الشكل كما تلاحظ الآن، ثم تنقر على هذا الخيار ريكيبيري لومو سيبريمي، نقوم بالنقر عليها على هذا الشكل، وبعد ذلك سيظهر لك هذا، تظهر لك صفحة جديدة ستقوم بتركها كما هي ريتما تتم فتح معك صفحة جديدة فيها جميع الرسائل المحذوفة سيتم استعادتها. ننتظر قليلا. كما تلاحظ هنا هذه هي الرسائل التي قمت بحذفها، قد قمت الآن باستعادتها. يمكنك أن تقوم بتكبير الشاشة. كما تلاحظ هذه هي الرسائل المحذوفة قد تم استعادتها كما تشاهد هنا ريكيبيري ليمانسيون سيبريمي. كما تلاحظ هنا يعطيك جميع الرسائل بدون استثناء التي تم حذفها كما تلاحظ الآن. هذه الرسائل قد قمت بحذفها مؤخرا وغيرها كما تلاحظون، فالعملية بسيطة للغاية. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.